وقعنا في ناس مش شبهنا والصبر جميل. أول رد فعل من الانفلونسر نوران نصر طليقة البلوجر محمد فرج بعد خطوبته للينا الطهطاوي. اتصدر بلوجر محمد فرج الترند على السوشيال ميديا بعد خطوبته للمذيعة لينا الطهطاوي 8 شهور بس من انفصاله عن الانفلونسر نوران نصر، واللي كانت بينهم قصة حب كبيرة انتهت بالانفصال. فمن وقت إعلان فرج خطوبته على لينا وبدأ المتابعين يتكلموا عن علاقة جوازه السابقة بنوران وإزاي كان بيحبها، لدرجة إنه كان بيعيط في فرحها. فيا ترى رد فعل نوران كان إيه بعد ما محمد فرج خطب بعد انفصالهم بثمان شهور بس؟ البداية كانت مع نشر نوران لستوري على إنستجرام، حطت صورة لاقتباس من محمود درويش وبتقول فيها: كذب من قال كل طير على شاكلته يقع، فإننا والله قد وقعنا على قوم لسنا منهم وليسوا منا، ولو سقطنا ألف سقطة ما وصلنا لدنو أنفسهم. ونشرت ستوري بتقول فيها: عزيزتي 2024، لا مزيد من الناس المزيفين في حياتنا. فحس المتابعين أن نوران تقصد دخول محمد فرج حياتها وانفصالهم عن بعض وخطبته على لينا الطهطاوي بعد انفصالهم بالسرعة دي، فحسوا أن الخبر كان صدمة لنوران، عشان كده نشرت الستوري دي كرسالة غير مباشرة لفرج بأنها اتوجعت بسببه بعد خطبته للينا، لكن بطريقة غير مباشرة. مش بس كده، المتابعين تداولوا فيديو من كام أسبوع للإنفلونسر نوران نصر وهي بتغني في عربيتها أغنية الصبر جميل، ومعلقة على الفيديو قالت: الأغنية دي سرقت قلبي في 2023، وكانت كلمات الأغنية بتتكلم عن الوجع والكسرة اللي بتيجي من الحب، وده تقريباً نفس التجربة اللي مرت بيها نوران بعد ما انفصلت عن فرج، خاصة إنهم كانوا بيحبوا بعض جداً. كمان نوران الفترة دي قررت تسافر دهب علشان تقضي وقت هادي هناك بعد ما اتصدمت بخطوبة البلوجر محمد فرج، وعلقت على صورها وقالت: السلام لقيته في دهب، عشان تحاول تتفادى الصدمة اللي تعرضت لها، خاصة إن هي وفرج كانوا متجوزين عن حب وكانوا عايشين سعادة، ودايماً كان بيتكلم عن قد إيه بيحب مراته وإنه ما بيحبش يسيبها تقضي الوقت لوحدها. لكن فجأة وبالتحديد في شهر إبريل اللي فات قرر فرج ونوران إنهم ينفصلوا بعد سنة ونص من الجواز ومن غير ما يعلنوا أسباب الانفصال. كتب وقتها ستوري قال فيها: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. النهاردة انتهى جواز دام سنة ونص وعلاقة دامت 3 سنين مرت بحلوها ومرها، وتم الانفصال بشكل نهائي. الأسباب والتفاصيل ده شيء يخصنا أنا وهي، بس رجاء من كل الناس محدش ليه علاقة، واحترموا الخصوصية، كل شيء اسمه ونصيب، وربنا ما يجيبش حاجة وحشة. دايما عندي يقين وإيمان بالله، فالنقطة دي بكون مرتاح نفسيا فيها وضميري مرتاح. فعلا انفصلوا عن بعض وكل واحد شاف فيهم حياته، لكن نوران ما كانتش لسه خدت خطوة الارتباط بعد انفصالها عن فرج. أما فرج فعاش قصة حب مع لينا وخطبها في حفلة كبيرة بعد ما تقدم لها على طريقة الأفلام الأجنبية. فيا ترى البلوجر محمد فرج هيكون ليه رد فعل على نوران، ولا هيتجاهل الموضوع ويركز في خطوبته مع لينا؟